أعرب طلاب الثانوية العامة وبمختلف فروعهم عن ارتياحهم لمجريات اختباراتهم السبت، حيث قدم طلاب الفرع العلمي مادة الفيزياء ومادة العربي التخصص للفرع الأدبي. طلاب الفرع العلمي بيّنوا أن أسئلة مادة الفيزياء أتت سلسة ومباشرة والوقت كاف لحل أجوبة الامتحان، وهذا أيضا ما عبر عنه طلاب الفرع الأدبي. عندهم التخصص وكتير سهل الامتحان، بس بده تركيز وبالحل يعني، أو إنه الوقت كفانا كتير يعني، وزاد إنه وقت كمان. أنا تخصص علمي، قدمت فيزياء بامتحان ما كانش صعب، كان امتحان متوسط ووقت كان مناسب كتير يعني، وأسئلة مش جديدة علينا كانت. منيح امتحان الحمد لله، وقت امتحان كان كافي، كان 2 ساعة و10 دقائق، كان كافي كتير كمان الوقت. لا سهل منيح كتير، نفس أفكار الكتاب. لا الوقت منيح بس امتحان كتير طويل، بس لا بكفي الوقت الحمد لله. لا كلها نفس الأفكار يعني، لا كتير صعب ولا كتير سهل، متوسط يعني، كتير منيح. أنا حسيت الحمد لله المستوى كتير كويس يعني، وأسهل من توقعنا الحمد لله. دمت عربي تخصص منيح الحمد لله، كان الامتحان مش صعب الحمد لله. لا الوقت كان مناسب. أوكي دمت عربي تخصص الامتحان كان سهل، يعني مو كتير سهل، عادي متوسط يعني، اللي دارس بحل. انت متعرف تخصص تمام، هلا في اشياء يعني هون كتير منيح بس في اشياء بتخربت، فالحمد لله خلص. انا قدمت فيزياء والامتحان اجى سهل لانه كل الافكار مغطيه بالكتاب بس. كتير كان الامتحان سهل يعني، كل شيء كان مباشر، الوقت كتير كان منيح، كل شيء كان منيح. تخصص عربي، قدمت عربي تخصص وكل شيء كان في الكتاب يعني، ما في شيء جابوه من برا، والاسئله مباشره كانت والحمد لله منيح. قدمنا عربي تخصص، كثير سهل الامتحان يعني. طيب وزياده. في اسئله صعبه كثير. لا الاسئله كلها سهله موجوده بالكتاب يعني، العربي بشكل عام يعني الحمد لله تمام كان سهل. قدمت فيزياء كان الحمد لله سهل، بس كان بده شويه وقت، بس منيح الحمد لله تمام. انا كثير سهل بس فيه يعني اسئله فيها افكار، بس كله يعني سهل يعني، بس هذا السؤال هو بدك تطلع المسافة بدلالة. قدمنا عربي تخصص وكان امتحان كتير سهل وزيادة الوقت يعني بس. عربي قدمت تخصص كتير الامتحان سهل طويل وبده حال، بس الوقت كتير كافي وسهل. أوكي قدمت فيزياء الوقت كان كافي والامتحان سهل، تخصص بس الامتحان يعني كان كتير سهل والأسئلة عادية يعني ما فيها إشي صعب. قدمت اليوم امتحان فيزياء، امتحان مش صعب والأسئلة كلها من الكتاب تقريبا، وحتى الأسئلة اللي فيها أفكار بتقدر تنحل، بس لو إنه كان في شوية وقت زيادة كان إنه قدرنا ننشط كل إشي، بس بده امتحان سهل مش صعب. قدمت فيزياء اليوم، الامتحان كان سهل كتير الحمد لله، قدمنا منيح، نتمنى إنه الامتحانات الجاية تكون أحسن ونقدم أفضل إن شاء الله. فيزياء قدمنا والامتحان ما شاء الله كان سهل، وإن شاء الله يكون الامتحانات زيه إن شاء الله. امتحان فيزياء والوقت كان حلو والوقت منيح، الامتحان سهل وقدمنا حلو إن شاء الله الحمد لله. الله قدمنا فيزياء كان كويس، تدرج في الأسئلة كويس يعني، الواحد إنه شوي شوي بيجيك، إنه مش إنه مرة واحدة يجيك في السؤال الصعب بعدين السؤال هاي، بيجيك شوي شوي، بعطيك مجال إنه تأخذ راحتك في الحل. اليوم كان امتحان فيزياء، قدم امتحان، الامتحان سهل كله من أسئلة الكتاب، امتحان سهل ما في إشي، كل أسئلة عادية. الوقت لا الوقت كفى، الوقت 2 ساعة كانوا كافيات وراح يخلص كل شيء. امتحان كان سهل يعني، وكل أسئلة فيزياء، امتحان فيزياء كل أسئلة من الكتاب يعني، بس حل الكتاب من غير ما تحل أسئلة وزارة بتجيب علامة كاملة يعني ما في أي شيء. حتى الوقت يعني زقت بوقت امتحان. قدمنا فيزياء اليوم الحمد لله كان الامتحان منيح الحمد لله يعني، وكان الوقت كافي يعني، وكافي لتراجع كمان امتحان مرتين وثلاث الحمد لله. اليوم محاسبة، قدمت محاسبة شوي صعبة وشوي سهلة، فادونا شوي بضع دوائر مع الخيارات يعني، وفيها تركات يعني، السؤال زي قائمة المركز المالي أجي فيها شوية تركات، والحمد لله على كل شيء. ويستكمل طلاب الثانوية العامة اختباراتهم الاثنين باختبار مبحث اللغة العربية لكافة الفروع الأكاديمية والمهنية. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.